والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف وشكرا ميرنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصا على تعظيم الاستفادة من التقنية والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي في المزيد من إحكام الرقابة والسيطرة ورفع كفاءة التشغيل. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية. وأكد الوزير في هذا الإطار على أن الرصد اللحظي الدقيق لمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة بشكل جغرافي. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد، والتي تتطرق إلى ملف توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر. أشار الإصدار الجديد إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمصر سجلت ارتفاعاً بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252 مليار جنيه. يأتي هذا في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر والتغلب على عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والذي كشف عن أن استخدام النفط في النقل سوف يتراجع بعد عام 2026 كنتيجة للتوسع في المركبات الكهربائية. كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 528 مليار دولار في هذا العام. يستعد المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى المبارك عن طريق استقبال الأطنان الكبيرة من اللحوم السودانية الطازجة تمهيدا لتوزيعها في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، استعد المجزر الآلي بالبساتين للعيد عن طريق استقبال أطنان من اللحوم السودانية الطازجة تمهيداً لتوزيعها في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. النهاردة احنا بنتكلم على حوالي 25 ألف راس تم التعاقد عليها من مناشئ مختلفة. كان عندنا المنشأ الرئيسي هو السوداني، ولكن دلوقتي عندنا منشأ من جيبوتي وأوغندا وتنزانيا والسودان والهند والبرازيل. بنطرح السوداني والجيبوتي الطازة في المجمعات الاستهلاكية ب 195 جنيه. عدد الذبائح اللي بيتم خروجها يوميا من المجزر من 400 إلى 500 ذبيحة يوميا، بيتم توزيعها على المجمعات الاستهلاكية 1400 مجمع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية حوالي 36 شادر. بنطرح اللحوم السوداني والجيبوتي 195، بنطرح أيضا الضاني المبرد ب 250 جنيه، كيلو الخراف او القايم في الشوادر ب 170 جنيه. احنا بس بنطمن الناس، اللحوم متوفره، احنا بنضخ يوميا اكتر من حاليا نوصل 100 طن اليوم، ممكن نوصل 140 طن بكره وبعد ان شاء الله. احنا بس بنطمن الناس، لحوم ذات مذاق خاص، المراعي في بلد المنشا لا تختلف عن المراعي في مصر هنا. بيتم الكشف البيطري على الابقار في بلد المنشا، بيتكشف على الابقار فور وصولها مصر هنا.
بتخش مجازر على أعلى مستوى. المجزر الآلي بالبساتين يستقبل كذلك اللحوم من خلال لجنة بيطرية لإعادة الكشف عليها والتأكد من سلامتها من أي أمراض، ليتم نقلها من المجزر الآلي عن طريق سيارة مجهزة إلى مختلف المجمعات الاستهلاكية. اللحوم دي بتذبح في مجزر توشكا ومجزر سفاجة، بيكشف عليها في الطبيب المختومة بختم الشركة المصرية للحوم والدواجن، ودي بتذبح يوميا من 400 ل 500 عجل يوميا، بتجينا هنا في البساتين بنسلمها للمجمعات. جهود مستمرة لأجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. شهدت أسواق محافظة أسوان إقبالا كبيرا من المواطنين لبيع وشراء العجول والخراف، ويعتبر سوق الخميس في أسوان من أشهر الأسواق، وتتوفر بهذا السوق الأنواع الكبيرة والمختلفة من الخراف والعجول، ويستمر عرض رؤوس الأضاحي حتى مساء يوم وقفة عرفة. تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت أسواق محافظة أسوان إقبالاً كبيراً من المواطنين داخل أسواق بيع وشراء العجول والخراف، خاصة سوق الخميس الذي يعتبر من أشهر تلك الأسواق التي تقدم رؤوس الأضاحي. صار يعني إحنا في الأسواق بنتنقل يعني من الأقصر لحد أسوان، إدفو وكابومبو وبتاع، فبنتنقل الأسواق أيام الموسم دي. ليه أيامنا إحنا أيام الموسم دي والصلاة على النبي بنستناها كل سنة. يتميز سوق الخميس بوجود أنواع مختلفة من الخراف إضافة للعجول. سوق الخميس بتاع أسوان نازلين بخرفان وكذا، ربك يعود علينا وعليكم الأيام بخير. موجودة يعني حاجة الغلبان موجودة، كل شيء موجود، وحاجة بالصلاة على النبي، أكل بيتي علف وذرة. الأسعار تختلف طبقا للحجم، حيث تبدأ أسعار الخراف من 4000 جنيه حتى 12000 جنيه، أما العجول فتباع بداية من 35000 جنيه. أسعار والله كل بهيمة لها ثمنها، كل بهيمة لها ثمنها، ها يعني عندك من 4000 لغاية 10 و12 ألف. ويتوفر بالسوق بيع السكاكين والصواطير والأرمة التي تستخدم في عملية نحر وتقطيع الذبائح، وشهد السوق هذا العام إقبالا من المواطنين بالإضافة إلى تزايد المعروض من رؤوس الأضاحي، ويستمر عرض تلك الرؤوس حتى مساء يوم وقفة عرفة. أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، فيما أدت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم كبير في أزمة كلفة المعيشة. يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جراء زيادة أسعار الفائدة، كزيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط 6 أشهر، أو تمديد مدة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية. ذكرت صحيفة وول ستريت أن شركة الملياردير إيلون ماسك سبيس إكس تدرس جولة تمويل جديدة عبر السماح للموظفين ببيع أسهم لهم داخل الشركة، بما قد يرفع من تقييم الشركة إلى 150 مليار دولار. هذا ومن المقرر أن يتم تحديد سعر بيع الأسهم مقابل 80 أو 81 دولار، وسط آمال للشركة بأن تجمع 750 مليون دولار من عملية البيع. أصبحت سبيس إكس أكبر شركة ناشئة من حيث القيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما جمعت في جولتي تمويل في مايو وديسمبر الماضيين بما قيم الشركة مقابل 125 مليار و140 مليار دولار على التوالي. وصلنا معكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة إلى ختام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع يوسف وميرنا. شكراً لك مصطفى.